بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأعزاء، أصدقائي الأطفال، نرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم أحباب الله. اشتقت لكم من آخر يوم إلى اليوم، وأكيد أنتم بعد اشتقتوا لهذا البرنامج الجميل، صح لا؟ نستقبل إن شاء الله اتصالاتكم اليوم بعد على هذا الرقم اللي بيطلعونه الحين على الشاشة، ونبيكم صاخنين وبارزين عشان تجاوبون الإجابات الخفيفة الخفيفة قصدي القوية على الأسئلة الخفيفة، وتأخذون الجوائز الجميلة. تمام؟ ممتاز. الله إن شاء الله يعودنا وإياكم في خير وصحة وسلامة. الآن في هذه الأيام إحنا قاعدين، وأكيد أنتم الحين قاعدين تطالعون هذا البرنامج، وحواليكم الله يحفظ لكم أمهاتكم وآبائكم في قعدات جميلة. جميل رب العالمين، الله رزقنا آباء وأمهات يحبوننا ويخافون علينا. أي قد الأم والأبو يقدمون إلينا كأبناء، أي قد أبونا وأمنا يحبوننا ويخافون علينا، أي قد أبونا وأمنا يتعبون عشان سعادتنا وفرحنا، أي قد وجد الأبو أي قد يطلع من الصبح يروح الشغل ويكرف طول اليوم، متى يرجع؟ ما يرجع إلا في الليل. وبعد الأم مسكينة تشتغل طول اليوم لكم، تطبخ وتنظف وتغسل، كل هذا العمل اللي يسوونه لنا آبانا أمهاتنا، ما يبون من ورانا شيء إحنا نسوي إليهم إحنا كأبناء، يعني بندفع لهم بيزاد إحنا شيء؟ لا، كل لأنهم يحبوننا ويبوننا نكبر ونصير يعني مؤمنين. إنزين إحنا كأبناء وش لازم نسوي إليهم؟ وش نجازيهم؟ في كثير من الأشياء احنا نقدر نسويها إلى آبائنا أمهاتنا. مثلا إن احنا من ضمن الأشياء المهمة اللي لازم نسويها إلى أبونا وأمنا إن احنا نطيعهم. طاعة الوالدين من أهم الأعمال واللي بنحصل عليها ثواب عظيم من رب العالمين. بنسولف أكثر شوي بعد عن هالموضوع، لكن اتصالاتكم وصلت سريعة، اتصالاتكم ما شاء الله، فبناخذ اتصال ونرجع نسولف شوية. جاهزين؟ يلا ناخذ الاتصال الأول، خلنا نشوف من هو متصلنا الأول اليوم. نقول سلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا صديقي، وش اسمك؟ سيد حسن. سيد حسن والنعم فيك. من وين سيد حسن انت؟ من المارخ؟ من المارخ. والنعم فيك يا سيد. يلا يلا يا سيد، يلا بارز بارز، اعطيك سؤال وتاخذ جائزة. يلا السؤال يقول، انت تقرأ قرآن؟ مو هذا السؤال يعني سؤال فياك الحين. القرآن في اجزاء لا سيد؟ كم جزء في القرآن الكريم؟ هذا سؤالك، كم جزء؟ ها؟ 31. أقل شوي. 30 جزء، ممتاز. بارزة الصلوات نعطيه له وش؟ بارزة؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. جوابك صحيح، 30 جزء في القرآن الكريم. ألف مبروك في استياننا بخمسة دينار نقدا. طبعا الجوائز إن شاء الله مشاهدينا الأعزاء راح تسلمونها كلكم إن شاء الله بعد شهر رمضان مباشرة بإذن الله من إدارة قناة المرخ. عفوا عفوا، فمثل ما اتفقنا طاعة الوالدين، إذا طاعوا أمك وأبوك الله يكتبك من البارين بوالدينك. مو تقول مثلا إذا أمك قالت لك يا ولدي روح البرادة اشتر لنا مثلا طماطة، وانت قاعد تلعب في البلاي ستيشن مستن، تقول بعدين بعدين، صح كذي لو خطأ؟ خطأ، لا ما يصير نسوي كذي، لازم سيدا نهد الأشياء اللي عندنا ونقوم ونروح نطاوع أمنا وأبونا. أو مثلا أبوك طلب منك شيء لازم مباشرة تطاوع وتهد أي شيء في إيدك عشان تحصل الثواب العظيم. إذا تطاوع والدينك تحصل في الدنيا ثواب عظيم، وبعد
بعد بركة في حياتك، وفي الآخرة في الدنيا ثواب عظيم، في الدنيا بركة في حياتك وفي الآخرة ثواب عظيم. تمام؟ بعد ويش لازم بعد نسوي شيء؟ مثلا هذا الشيء جزاء إلى أبونا وأمنا، هم يسوون لنا كل هذه الأشياء، إحنا وش لازم نسوي لهم؟ لازم ندعو إليهم، الدعاء إلى الوالدين. إحنا كأبناء وانتون يا أصدقائي، حتى الأطفال منكم لازم يدعون إلى أبوهم وأمهم. ويش ندعي لهم؟ ندعي لهم بالصحة وطول العمر، ندعو لهم بالهداية والتوفيق. لأن دعائنا إن شاء الله إلى آبائنا إن شاء الله يكون مستجاب. ندعي لهم عقب الصلاة، ندعو لهم إذا احنا فتحنا القرآن وقرينا عقب قراءة القرآن ندعو لهم، وفي كل وقت نقدر ندعو إلى أبونا وأمنا، وهذا واجب علينا تجاه آبائنا وأمهاتنا. تمام؟ اتفقنا؟ اتفقنا. يلا خلينا ناخذ الحين اتصال، بعد وصلنا اتصال من أحد أصدقائنا، نقول السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا وسهلا صديقي، قل لي اسمك ومن وينه؟ اسمي منصور. من وينه؟ بني جمرة. من بني جمرة، والنعم فيك. زين نعطيك سؤال، ها في خيارات، مستعد؟ مستعد. يلا. في نبي من الانبياء مكتوبة قصته في القرآن، هذا النبي طب في البحر وجليل حوت وبلعه، هذا النبي وش اسمه؟ تعرفه لو اعطيك خيارات؟ يونس. تعرفه؟ ايه قول لي. زين بدون خيارات عجل قول لي وش اسمه. يونس. يونس، ما شاء الله عليك، بدون خيارات جوابك صحيح، ونعطي صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ألف مبروك يا صديقي فستياننا بخمسة دينار نقدان، إن شاء الله تسلمها بعد شهر رمضان، ألف مبروك. جميل. في رواية تقول فيها عن بر الوالدين، نسمع وش تقول الرواية. تقول الرواية عن النبي محمد صلى الله عليه وآله: بر الوالدين أفضل من الصلاة، بر الوالدين أفضل من الصلاة، وبعد والصوم أفضل من الصلاة والصوم، بعد والحج. ما شاء الله، بر الوالدين يعني إذا طاوع أبونا ها وأمنا متحمل فيهم أفضل من الصلاة والصوم والحج والعمرة والجهاد في سبيل الله. ما شاء الله، شوف هذه الأعمال كلها، الأعمال العظيمة هذه كلها، النبي محمد يقول بر الوالدين أفضل من هذه الأعمال كلها. لازم نلتفت إلى أبونا وأمنا ونلتفت إلى بر الوالدين، لأن هذا بر الوالدين هذا العمل فيه خيرات كثيرة إلى الإنسان. يلا ناخذ اتصال، بعد وصلنا اتصال، خلنا ناخذ هذا الاتصال الثالث ونقول السلام عليكم. عليكم السلام. شو احوالك يا صديقي؟ زين. حياك الله. وش اسمك ومن اي منطقة انت؟ عمار علي سعيد، منطقة السنابس. عباس؟ من السنابس؟ عمار. عمار، عمار من السنابس، والنعم فيك يا عمار، حي الله عمار. عمار وش رايك في برنامج تابع على طول؟ نعم. جميل برنامج، عجبك؟ عجبنا. عجيب، تمام يا عمار، ولان عجبك البرنامج بعد بنعطيك سؤال سهل، طبعا يعني حتى لو ما عجبك بنعطيك سؤال سهل. انزين، تعرف اسماء الانبياء؟ نعم. تعرفهم كلهم؟ نعم. كلهم تعرفهم؟ ايه. ما شاء الله عليك. زين انا ما ابيك تقولهم لي كلهم، ابيك تقول لي اسم خمسة انبياء وبعطيك الجائزة. يلا بدي. النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. النبي علي بن ابي طالب،
هذا دليل الأئمة، دليل عمار. لا ممتاز، أنت حافظ حافظ الأئمة. تدري قولهم لي وبعطيك جائزة، ما علي، أنا عجبتني. قول كمل. إيه موسى، نرجع للسؤال. النبي محمد صلى الله عليه وآله، نبي إيه؟ الإمام العلي عليه السلام، إمامي فاطمة الزهرة عليه السلام، عليها السلام، سيدة إمام سيدتي ومولاتي، عجيب، الحسن المجتبى عليه السلام، إمامي الحسين في الشهيد في كربلاء عليه السلام، إمامي عليم. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، واضح ان انت حافظهم كامل. انا ما بتعبك وياي، يمكن صايم عشان لا تتعب، بس عجبتني، ممتاز. وبعطيك جائزة مباشرة من غير ما اقول لك السؤال، ونعطيه بعد صلوات يستاهل. اللهم صل على محمد وآل مبروك عليك 5 دينار نقدا يا عمار يا صديقي. انا امي اصدقائي كلهم كذي يحفظون اسماء الائمه كلهم، شفتون شلون عمار ما شاء الله عليه. ها بنجيب لكم بعد اسئله احنا عن اسماء الائمه بعد، برزوا روحكم بكم تحفظونهم. تمام، بارك الله فيك يا عمار، وبارك الله في والديك اللي علموك وحفظوك، وفي مدرسينك في مشروع التعليم الديني اللي متأكد انهم كانوا السبب ايضا في انك تحافظ ائمتك سلام الله عليهم اجمعين. جميل، قلنا ان بر الوالدين افضل من اعمال كثيرة، وقلنا واجد في اشياء لازم احنا نسويها لابونا وامنا، قلنا من ضمنها ان احنا ندعو اليهم ونطاوعهم وما نعاندهم، وتصور عقاوي وتقول لا انا ما طاوع امي وابوي، انا ما افتكر. لا غلط، ها التفت، اللي طاوع امه وابوه هو القوي بيصير في الدنيا وفي الاخره. يلا ناخذ بعد اتصال واحد، نقول سلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صديقي وش اسمك؟ محمد جميل عبد الله علي الخطاب. محمد جميل، والنعم فيك يا محمد. محمد عاد الحين انت امبيك تجاوب على السؤال اللي مساعد سألته الى صديقك عمار. امبيك تقول لي اسم 5 انبياء. انبياء النبي والنبي والنبي والنبي، يلا قول تعرف؟ ايه يلا بحسب اياك. النبي محمد، النبي محمد صلى الله عليه واله، النبي ادريس، النبي ادريس، النبي يونس، النبي يونس، النبي داوود، النبي داوود. ها بق واحد، ها واحد، النبي عيسى، النبي عيسى، ما شاء الله عليك وجاب 5 انبياء ويستاهل صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. فستيان يا صديقي ب5 دينار نقدا، الف مبروك صديقي ما شاء الله عليك. الحين مشاهدينا الاعزاء مضطرين نطلع فاصل ان شاء الله، ونشوف في بعض اللقطات الجميله، ونرجع بعد الفاصل ونواصل اياكم ان شاء الله هذا البرنامج. فاصل ونرجع لك. اشترك في قناة مأتم المرخ المرئية في اليوتيوب ليصلك جديدنا أولا بأول، اضغط اشتراك. و
وفعل خدمة التنبيهات بالضغط على الجرس لتتلقى مختلف الإشعارات، ومنها إشعار بدء البث المباشر لفعاليات وبرامج مأتم المر. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. روي عن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: عليكم في شهر رمضان بكثرة الاستغفار والدعاء، فأما الدعاء فيدفع عنكم البلاء، وأما الاستغفار فتمحى به ذنوبكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله في خطبته في فضل شهر رمضان: أيها الناس، من فطر منكم صائما مؤمنا في هذا الشهر كان له بذلك عند الله أتق رقبة ومغفرة لما مضى من ذنوبه. قال الإمام الصادق عليه السلام: أيما مؤمن أطعم مؤمنا ليلة من شهر رمضان كتب الله له بذلك مثل أجر من أعتق 30 نسمة مؤمنة، وكان له بذلك عند الله عز وجل دعوة مستجابة. قال النبي صلى الله عليه وآله: من فضل شهر رمضان من أقدر الصلاة عليه ثقل الله موازينه يوم تخف الموازين. وها نحن نفتح اليوم مساحة جديدة من مساحة فكر، نطرح ونعالج قضايا فكرية واجتماعية بمشاركة شخصيات متخصصة، نستعرض آراء الناس بشأن عدد من القضايا. برنامج مساحة فكر يأتيكم مباشرة على قناة مأتم المرخ في الأوقات التالية. المركز البريطاني للغات ننظم ونطور دورات تركز على الجانب التفاعلي الجذاب داخل الصف من خلال ممارسة الطلاب للألعاب التعليمية والأنشطة التفاعلية بهدف تطبيق جميع المهارات اللغوية، القراءة والكتابة والتحدث والاستماع. هدفنا زيادة الثقة لدى الطلاب في استخدام اللغة الإنجليزية لرفع مستواهم التعليمي في الجامعة والعمل مستقبلاً. المركز البريطاني للغات، سجل معنا ولا تتردد. منطقة الجنبية. مرحبا فيكم أعزائي مشاهدينا متابعين برنامج أحباب الله. طبعا للتأكيد أوقات برنامجنا كل أحد وثلاثة وخميس الساعة كم؟ 5:30. أحد ثلاثة وخميس 5:30. وللتأكيد أيضا أن قناة مأتم المارخ تبث بث مطول، بث يستمر يوميا من الساعة 5 العصر إلى 1:30 الليل كل يوم. هذا البث مستمر، برامج متنوعة جميلة تقدمها إلينا قناة مأتم المرخ، فخلكم متابعين إلى هذا البث المطول يوميا من 5 العصر إلى 1:30 الليل، تقدرون تتابعون هذا البث وتشوفون هذه الباقة المنوعة من البرامج. نرجع إلى موضوعنا أصدقائي، اليوم مجهز لكم قصة جميلة، قصة أحد الأطفال اللي اسمه، بما أن احنا كله سادة ونقول اسمه سيد علي. جميل؟ هذا سيد علي، وش قصة سيد علي؟ سيد علي من يوم هو صغير كان يبى يصير عالم كبير، وكان أبوه بعد عالم، وكان يدرس ويدرس، وكان أبوه يحبه واجد واجد، وهو بعد يحب أبوه ويحب أمه.
وهذا سيد علي لما كبر شوي قرر انه يطلع ويروح مكان بعيد يكمل فيه دراسته عشان يصير عالم كبير. واستأذن من أبو أمه، طبعا أبو كان يحبه واجد وكان يخاف عليه، لكن قال له روح يا ولدي أمبيك أنت صدق تصير عالم كبير وأستانس بك والناس يستفيدون منك يا ولدي. وقرر سيد علي أنه يسافر، وسافر وراح إلى هذه البلدة البعيدة وظل يدرس فيها يدرس 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 بتفوق، إلى أن في يوم من الأيام جت رسالة. هذه الرسالة من أبوه. تدرون وش فيها هذه الرسالة؟ خلنا نقول لكم وش فيها هذه الرسالة بس عقب ما ناخذ هذا الاتصال، تمام؟ يلا ناخذ اتصال من أحد أصدقائنا ونقول سلام عليكم. عليكم السلام. أهلا أهلا صديقي، عرفنا بنفسك ومن أي منطقة؟ اسمك؟ إيه؟ من وين؟ من المارخ؟ إيه، مدام سيد من المارخ، إحنا خلاص معروفة عندنا ثبته. حيا الله، إنزين سيد، يلا عاد خلك وياي، ركز وياي لأن بعطيك سؤال ولازم تجاوب، شوي شوي تتكلم، تتكلم بالزور، خلك شجاع، تمام؟ يلا 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 برز روحك للسؤال. السؤال يقول كم عمرك انت سيد؟ كم عمرك؟ 5 سنوات. ما شاء الله عليك، اي لا من حقك. زين عجل لازم نعطيك جائزة سيد. السؤال يقول من هو أصغر شهيد من أنصار الإمام الحسين في كربلاء يوم العاشر؟ أصغر واحد صغير كان، ها؟ صغير، وش اسمه اللي قتلوه؟ عبد الله الرضيع. عبد الله الرضيع، ما شاء الله عليك، ويستاهل السيد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ألف مبروك يا سيد فستياننا ب5 دينار نقدا. شكرا لاتصالك، استأنست واجب اتصالك. أحب أنا اتصالات صغار، ها، 5 سنوات 6 سنوات 4 سنوات، أهمهم يشجعون يتصلون ولا يخافون يصيرون شجعان. نرجع إلى قصة سيد علي مالنا صاحبنا ولدنا. سيد علي قلنا راح ودرس في هذا المكان البعيد وجت رسالة من أبوه. وش هذه الرسالة فيها؟ مكتوب في الرسالة أن الأبو مريض تعبان عيونه ما يشوف عدل ويحتاج أن سيد علي يرجع ويساعد أبوه ويصير وياه. قام يفكر سيد علي، قال لكن أنا جاي هني عشان أدرس وأصير عالم كبير. وسأل بعض الأصدقاء اللي صابه، قالوا لي لا لا مو تروح، أنت الحين صاير شاطر وقاعد تدرس تدرس تدرس، إذا رحت بعدين تخسر دراستك. قام يفكر سيد علي، قال لكن أبوي يحبني واجد واجد يحبني، والحين يمكن يحتاجني أنا أروح إليه وأصير صابه وأساعده. أنا يوم كنت صغير يوم كنت أحتاج إلى أبوي، كان أبوي يجي لي وكان نص الليل عادي ياخذني وديني المستشفى إذا أنا أحتاج إلى شيء. الحين يوم أبوي يحتاج إلي ما أروح إليه. قام يفكر يفكر، ناس يقولون لك كذي وناس يقولون لك كذي. وش قرر سيد علي؟ هل قرر سيد علي أنه يترك دراسته ويرجع إلى البلد ماله ويساعد أبوه؟ لو قرر سيد علي أنه يقعد في مكانه ويشوف أحد يساعد أبوه، وش تتوقعون؟ خلنا ناخذ اتصال وعقب الاتصال نكمل ونشوف سيد علي وش سوى، تمام؟ يلا ناخذ اتصال ونقول سلام عليكم. عليكم السلام. أهلا وسهلا صديقي، وش اسمك؟ علي عبد الزهرة. وش اسمك؟ علي عبد الزهرة. علي علي، والنعم فيك علي. من وين؟ من أي منطقة؟ من المار. من المارخ، والنعم فيك علي. علي قاعد تسمع القصة اللي قاعد أقولها؟ آه. إيه، وش تتوقع سيد علي سوى؟ لو ما كنت الحين قاعد تركز إياه يمكن قاعد تحارس الاتصال، ها؟ زين، خلنا أعطيك سؤال عجل، وعقب ما تخلص الاتصال، ها؟ اسمع سيد علي وش سوى.
سؤالك يقول تبي جائزة ها؟ تبي جائزة دربك. زين، تعرف الإمام الصادق؟ وين مدفون الإمام الصادق؟ في أي مكان؟ بعطيك خيارات، هل هو مدفون في كربلاء؟ لو مدفون في البقيع؟ لو مدفون في الكاظمية؟ في البقيع. في البقيع، جوابك صحيح، مبروك عليك، فزتي يانا بخمسة دينار نقدا. ما أعطينا صلوات، خلنا نعطي صلوات. اللهم صل على محمد وآل. شكرا ومبروك عليك يا علي. اللهم صل على محمد وآل. هذا علي بيرجعنا إلى موضوع سيد علي صاحبنا. سيد علي فكر، ولما فكر قرر وكان قراره ممتاز وسليم، ترك كل شيء وقال برجع إلى أبوي. ورجع فعلا سيد علي إلى أبوه، واستانس أبوه واجد لأنه رجع سيد علي، لأنه كان واجد واجد يحبه. وظل لي أبوه سنوات يتحمل بأبوه، وبعد كانت أمه بعد موجودة، ويتحمل في الأسرة كلها ويهتم فيهم، وترك دراسته. لكن هذا سيد علي عقب ما ترك دراسته، هل خلاص خسر دراسة؟ يعني لأنه اهتم بأبوه وترك الحين الدراسة فخسر الدراسة تتوقعون؟ لو سيد علي ما خسر الدراسة وقدر بعدين يعدل أموره ويرجع يكمل. تدرون سيد علي وش صار بعدين؟ سيد علي أقول لكم، خلنا ناخذ اتصال وقول سيد علي وش صار وياه عقب هذا الاتصال. تمام، اتصال نقول سلام عليكم. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. صديقي اسمك بسرعة. تين الأمر. نعم. من وين؟ المر. المر، سؤالك يقول شايك سريع سريع ها، أول مسجد بني في الإسلام، المسجد الحرام، مسجد قباء، المسجد النبوي؟ قباء. جوابك صحيح، مبروك، فزتي يانا بجائزة خمسة دينار نقدا، ألف مبروك. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سيد علي رجع بعدين وكمل دراسته وصار عالم كبير، أكبر عالم في المكان كامل. تدرون كيف صار كذي؟ هو يقول أن أنا رجعت إلى أبوي وبريت بأبوي وأمي، الله وفقني في حياتي وصرت عالم كبير. هات كذي يسوي بر الوالدين في الإنسان المؤمن. تمام، خلنا ناخذ اتصال اخير، اخر اتصال، برنامج شارف على الانتهاء، نقول سلام عليكم. سلام عليكم. طبعا كلنا لازم نكون مثل سيد علي، اول شيء في حياتنا نهتم بابونا وامنا ولا احد ثاني، ولا احد ثاني اهم ما عندنا ابونا وامنا، وبعدين باقي الاشياء، وكذي الله بيوفقنا في الدنيا وفي الاخره وبيرزقنا البركه في حياتنا. للاسف انتهى وقت البرنامج، وكان ودنا نضل ياكم أكثر، لكن إن شاء الله ملتقانا في الحلقة القادمة. إلى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.